خواتاتي خواتاتي، نتمنى تكونوا مزيانين. عواشركم مبروكه. اليوم ما جيتكم بواحد الطويجين ديال بوزروك، كيجي زوين، نتمنى يعجبكم وتصايبوه. هذه غير شهيوه. وشكرا على التعليقات ديالكم، والله يحفظكم ليا. وبحال اللي كنقول لكم دائما، اللي صحيح الله يخلي له صحته، اللي مريض الله يشافيه. وحتى الفيديو الاخر ان شاء الله. شكرا بزاف. غادي نصايبو بوزروك كيفاش الطنقة ديالو. كنحيدو له هاد الصوفة اللي هنا. هذا شريته كونجولي، دوكا راه نقي من داخل. راه نقي، نحيد له غير هاد الصوفة. شوف الما ديالو نقي، ماشي هذاك اللي فيه التراب بزاف. صافي، هذا هو النقا ديالو، نحيدو غير الصوف. حتى الما ديالو ما فيهش التراب. هاني ساليت بالتنقة، راه الما ديالو ماشي موسخ بزاف، علاش ما شريتوش طري كونجوني، الما ديالو ماشي موسخ بزاف. غادي نحاول نغسلو. لا رملة لا والو. باش نصيبو بوزروك ديالنا، هاني نقياتو مزيان. كنحتاج عندي واحد شويه ديال بوزروك، عندي مطيشة، قصوة معدنوس، ثومة، عندي شوية ديال الحامض معصر، وهاد الحامضة ديال باش نزين بيها، زيت زيتون، وعندي الورق ديال سيدنا موسى، واحد السودانية، شوية ديال الملحة، و والعطريه عندي شويه د الخرقوم، شويه البزار، غير شويه شويه الكمون، والكمون غير واحد ربع معلقه، وشويه ديال التحميره والسوداني والفلفله حاره. كندير شويه ديال زيت الزيتون، ثومه خديها حتى تحمر شويه وتعطي الريحه. عاد ندير حوايج اخرين. البصله ديالنا حتى تعرق شويه،
راني درت زيت الزيتون واحد جوج تومات كبارين، التومة على حساب البزرق اللي عندكم، راه التومة والزيت راهم سخنو. غادي نزيدو مطيشة، ندير الربع، غادي نخلي شوية باش نزين الباب، كندير العطريه ديالنا، عندي خرقوم وشويه ديال البزار، راني كنعمل غير شويه ماشي بزاف، الكابون غير 4 معالق والتحميره والسودانيه، هاد الطويجين كيجي زوين بزاف. طويجان ولا المقيلة، غادي نعمل الوريقة ديال سيدنا موسى، واحد السودانية وشوية مليحة، الملحة على حسب الذوق. غادي ندير بوزلق ديالنا،